السلام عليكم. الحلقة اللي فاتت شفنا ليكس ام ال، هاد الحلقة غادي نشوفو ليكس بات. عندي هنا ان فيشي اكس ام ال، كيفاش نافيغي في ستور من واحد لي روكيت اكس بات. دونك غادي نكوبي فيشي اكس ام ال ديالي، نمشي لواحد البروغرام سميتو اوكسيجين. هاد البروغرام كيخليني نكتب واحد لا روكيت اكس بات هنايا، و افيشي لي ريزلت هنا بحال اللقطة ديال لي سكيو اس اف. دونك غادي نكولي هنا الفيشي اكس ام ال ديالي. اول حاجه غادي نشوفو هاد اكس بات. واش هي اكس بات؟ اكس جايه من اكس ام ال، بات جايه من شوما. شوما واش هو؟ مثال انا راني في هاد الدوسي، هذا يتسمى شوما، كيكون سيباري بار دي سلاتش. هنا عندي سلاتش الاولى، هنا سلاتش الجوجه، والتسميه ديال الدوسي. هاد التسميه ديال الدوسي كتسمى ايتاب دو لوكاليزاسيون. دونك شوما هو عباره على مجموعه ديال لي ايتاب دو لوكاليزاسيون سيباري بار دي سلاتش. عندي جوج انواع في الشومه، عندي الشومه اللي كيكون ابسولي، هادشي في الاكسبات كيكون بادي بسلاتش. الشومه اللي تشوفوه بادي بسلاتش راه ابسولي، دونك بادي من الديبار بصح. الشومه اللي ما باديش بسلاتش كيكون غولاتيف، بادي من البوزيسيون اللي قبلها. اول حاجه كما كتشوفوا هنا عندنا اكس دو بوان دو بوان نود، وعندي بريديكا. بريديكا هي واحد لا كونديسيون غادي نشوفوها. نود عندي سبعة ديال لي تيب ديال لي نود. مثلا عندي هذا يتسمى نود دو تيب اليمون، هذا يتسمى نود دو تيب تكست، اكسيتيرا. عندي لي زاكس، عندي 13 تيب ديال لي زاكس. دونك حنا مغاديش ندخلو نتعمقو في هادشي، غادي نعطيكم خلاصة ديال ليكسبات، اي الحوايج اللي غادي تستعملوهم في ليكزاما وحتى في البروغراماسيون ديالكم. دونك اول حاجة كيفاش كنرمز لهاد الدوكيمون في ليكسبات. الى درت سلاش، هاد سلاش كان يعني بها الدوكيمو كامل، بحال لي لاغاسين تاع الدوكيمو. الى درت اونتري غادي يدخل لي الدوكيمو، ها ديال الدوكيمو راه بحال لي دخل الدوكيمو. الى بغيت نرمز لاباليس غاسين اللي هي بيرسون، نقول له دخل لها. دونك غادي نزيد لها نقول له بيرسون بلاس. دونك هنا غادي يدخل لي بيرسون، ها هي سيليكسيونالي الحاجه اللي كي ريتورنيها. الى زدت قلت له افيشي لي لي بيرسون لي فوسط هاد لاباز دو دوني بيرسون افيك اس، غادي نقول له سلاش بيرسون، نكتب التسميه ديال الطاب. دونك هنا غادي يدخل لي لي بيرسون، هاهم سيليكسيوني لي غير لي بيرسون. دونك هادي راه ديجا مسيليكسيون. من بعد واش عندي؟ عندي دو سلاش، شفنا سلاش. دركا غادي نشوفو دو سلاش. دو سلاش كان يعني بها واحد لاكس سميتو ديسندنت. ديسندنت يعني كاع الحفيد فين ما كان في وسط الدوكيمون افيشي لي. مثلا غادي نقول له دو سلاتش نو، غادي افيشي لي كاع لي نو لي كاينين، مزياني معروف سلام. الا جيت قلت له غير سلاتش وحده نو، ما غاديش افيشي هادي، خصني نتبع الاخر بيرسون بالاس مورها بيرسون، نبقى غادي. دونك هنا ما غاديش افيشي هادي. دونك دو سلاتش يافيشي هادي، غادي يعني بها زعما فين ما كان هاد ليليمون وسط، فين ما كان ماشي بالضروره نتبع لي زيطا. الحاجه الثالثه عندي دو بوين. دونك الا درت سلاش دو بوين، دو بوين كان عندي بها واحد لاكس سميتو بارنت، يعني لي بارون غادي يرجع لي اللور. ها هو رجع لي اللور ديال لي نو. دونك كنت في الاولى في نو، رجع لي اللور هي بيرسون، افيشي لي بارون ديال بيرسون. كذلك الى زدت مثلا سلاش دو بوان راه غادي يرجع لي اللور ويافيشي لي حتى لاباليز غاسين بحال هكا. دونك عندي الحاجه الثالثه هي بوان وحده، بوان وحده غادي افيشي لي بها غير بلاصتو غير سيلف، يعني فين ما كان. مثلا انا راني كنت في الاولى في نو، زدت له بوان راني بقيت غير بلاصتي. الحاجه الرابعه مثلا نفترضوا راه عندي هنايا واحد لاتريبي، لاتريبي اي دي مثلا ID إيكالا أن. دونك باش نأفيشي هاد الـ ID أن، مكنديرش ID بحال هكا سلاش دو بوان ID، متخدمليش، خصني ندير أروباس ID. توجور لاتريبي كان بريسيديه بـ ID بأروباس. الحاجة الرابعة مثلا أنا بغيت نأفيشي غير بيغسون اللي راه جاي هو اللول كاع، بحال توب أن في ليسكيوال. توب ان في سكيير يعني كيفاش غادي ندير لها البوزيسيون؟ غادي نقول له مثلا دابا غادي نشوفو البريديكا. مثال انا غادي نجيو لي سكيير سيرفر، راني مافيشي كاع لي زون ريجسترومون، بغيت نافيشي مثلا
غير لي بيرسون اللي عندهم نومبر فواتير ايكالا مثلا النار، الى سيليكسيون ستافيشي لي غير الاول الوار. يعني كيفاش نجي ندير لها في الاكسبات؟ غادي نجي نستخدم بريديكا، غادي نقول له افيشي لي مثلا كاع لي بيرسون بيرسون اللي عندهم، نحل الكروشي بحال اللي درت وير، نكتب له نومبر فواتير ايكال وندير ناف ونبلع الكروشي. هنا غادي تافيشي لي غير البيرسون اللي عندهم. فاو الا قلت له مثلا عاوتاني افيشي لي لي بيرسون اللي راهم في بوزيسيون 3، يعني اللي راهم لتحت، غادي نقول له مثلا افيشي لي، غادي نحط واحد البوزيسيون، واحد الفونكسيون سميتها بوزيسيون، وندير فين جاية هاد البوزيسيون 3، غادي افيشي لي التالي كاع. هاد البوزيسيون نقدر نكتب، ما نكتبهاش، نكتب غير رقم في وسط لي كروشي. الا كتبت غير رقم في وسط لي كروشي بار ديفو كيدي بحال اللي كتبت بوزيسيون. دونك الا درت اونتري غادي افيشي لي التالت. دونك الا شفتو شي لوكيت بحال هكا ثلاثة راه كيقصدو بيها بوزيسيون في الوسط. من بعد عندي واحد الحاجة أخرى، مثلا بغيت نافيشي جوج ديال لي روكيت، ماشي غير روكيت واحدة في نفس الوقت، بغيت نافيشي البيرسون 3 وكذلك البيرسون الأول اللي راه في البوزيسيون الأول، كنسيباري بيناتهم بهادي بحال ديك اللقطة ديال أو، كندير غير وحدة. دونك هنا عندي جوج ديال لي روكيت بحال اللي درت الروكيت الأولى والروكيت الجاوجة هاهي. هنا غادي سيليكسيونيهم لي بجوج. دونك الا بغيتو تافيشيو جوج ديال لي روكيت سيباريو بيناتهم بهاد التويشية هادي، دونك الاول والجاوج. الحاجة التالتة، بغيت مثلا عندي بزاف ديال لي كونديسيون ماشي غير كونديسيون وحدة، الا كانو عندي بزاف ديال لي كونديسيون غادي نديرهم فهاد الشكل هذا. عندي هنايا بوزيسيون مثلا، بوزيسيون ايكال 3، هادي الكونديسيون الاولى. بغيت التالت الكونديسيون اللي موراها، بغيت مثلا لو نون ديالو يكون سميتو مزيان، غادي ندير له اند نون ايكال مزيان. هنا ما غادي افيشي لي حتى شي حاجه، حقاش ما كانش شي واحد عنده لو نون مزيان وجاي لتحت. الا بدلت له البوزيسيون درت ان حقاش مزيان جاي الاول، دونك غادي افيشي عليها هو. دونك فوالا، هادشي اللي كاين في الاكسبات وهادشي اللي غالبا غادي تحتاجوه. مثلا بغيت نافيشي كلشي لي زاليمون، غادي ندير اطوار نفس اللقطه. دونك الا درت اطوار غادي افيشي لي كلشي. دونك نشوفو دابا لي فونكسيون اللي كاينين في الاكسبات. لي فونكسيون كاينين اكثر من 200 فونكسيون انتيغري، منهم اللي كتستعمل بزاف مثلا الكاونت. الا جيت للسكيول سيرفر بغيت نستعمل نشوف مثلا شحال كاين من لين، غادي ندير كاونت ايطوار. هنا غادي افيشي لي ثلاثه ديال لي لين. كي نديروها في الاكسبات شحال افيشات لي هنايا ايطوار، ايطوار من بيرسون نورمال. الا بغيت نشوف شحال عندي من بيرسون خصني ندير بيرسون يعني بلا اس اللي كيتعاود. دونك هنايا عندي ثلاثة ديال لي بيرسون اللي راهم سيليكسيوناهم. الا بغيت تافيشي لي نمرة غادي نديرها في وسط فونكسيون كاونت، ندير كاونت نحل القوس في وسطها ندير الروكيت كامل. دونك فوالا هاهي طرو. كاين عاوتاني صام، كاين بزاف ديال لي روكيت خر، ولكن الأغلبية هادشي اللي كنحتاجو. غادي نشوفو ليكزامان 2014. دونك هذا ليكزامان 2014، غادي نشوفو هذا التيوري، غادي نشوفو البارسي ديال ليكسبات. دونك هنايا عطاولهم واحد ليكس ام ال، هاو قال لهم فوالا هذا اكس ام ال. هنايا عطاهم دي روكيت ليكسبات عليها 6 ديال لي بوان. دونك الاولى قال لهم من السؤال الجاج،
دونك السؤال الاول قالوا لهم كاونت ماتش كذا كذا، واش غادي تعطينا هاد لاركان؟ دونك عندنا اول حاجه اروباس، اروباس دونك اوتوماتيك مورا هاتريب وسط لا باليز ماتش، نحسبوا شحال كاين من ماتش اللي عندهم بيت لوكو ايغال بيت فيزيتور. دونك انا غادي ديجا نكوبي هاد لا باس دو دوني عندي، هو البيت لوكو هو البيت فيزيتور، هو واحد ها جوج اللي متساويين، دونك ها ثلاثة ها أربعة، دونك هاد لا فونكسيون غادي تريتورني أربعة. دونك هذا هو الجواب ديالها. السؤال الجاوج قال لك جورني نيميرو ايغال اصغر من 3، دونك شغادي تريتورني هاد؟ هاد قلنا لك اللي كتبدا بدو سلاش كتافيشي كاع لي زاليمون في ما كانوا، دونك كتافيشي كاع لي جورني اللي عندهم لا تريبي نيميرو قل من 3. شكون هما لي جورني اللي عندهم لا تريبي نيميرو قل من 3؟ دونك اول حاجة جورني هو هاد، لا تريبي نيميرو هو هاد، دونك عندنا هذا جو واحد جوج، دونك غادي تافيشي لنا هاد، هادو اللي قل من 3 هاد جوج. دونك روكيت تاعي قال لك شوف سيباروها لنا بهادي، دونك غادي نطبقو الروكيت الاولى والروكيت الجاوجه. الروكيت الاولى غادي نافيشيو لي فيزيتور لي زاتريبي فيزيتور اللي عندهم في الماتش لوكو ايغال دي اش جي، غادي نشوفو شكون هما لي فيزيتور اللي عندهم في الماتش لوكو دي اش جي، هو لوكو دي اش جي، دونك غادي نافيشيو اوسيكا عاوتاني لوكو دي اش جي نقلبو عليه، ها هو واحد نافيشيو هادي. الروكيت الجاوجة قال لك لو نافيشيو لي لوكو اللي عندهم فيزيتور دي اش جي، دونك فين راهم لي فيزيتور دي اش جي؟ هو واحد، غادي نافيشيو لوكو ماس وعاود تاني دي اش جي هو واحد، نافيشيو هادي كاس فوالا. دونك الروكيت الرايه التالتة قال لك écrire les requêtes expat permettant de sélectionner la liste des matchs de la quatrième journée. Donc, la liste des matchs de la quatrième journée. أول حاجة غادي نبدي بلا كاتخيام جورني، غادي ندير نسيليكسيوني كلشي يعني فين ما كان جورني نافيشي لا كاتخيام جورني، يعني غادي نقول له اللي راه جاي في بوزيسيون كا بحال هكا، هنا غادي تافيشي لا كاتخيام جورني، دونك لا ليست دي ماتش غادي نزيد سلاش ونقول له ماتش عاود. فوالا هنا غادي تافيشي لي لا ليست دي ماتش نتاع الجورني الرابع. دونك الروكيت الجاجة قال لك لا بروميير رونكونتر دو شاكان دي جورني، لا بروميير رونكونتر دو شاكان دي جورني يعني الماتش الاول، بحال مثلا الجورني الرابع هذا الماتش، الجورني الثالث الماتش هذا، يعني غير الماتش الاول كي غادي نديرو له، غادي نافيشيو كاع لي ماتش، قال لي الماتش ماتش ولكن غير اللي راهم في البوزيسيون الاولى، دونك غادي نديرو له ان. دونك فوالا ها هما كيتافيشاو لنا قال لي ماتش اللي راهم في البوزيسيون. دونك السؤال التالي قال لك لي ماتش نيو دو ليكيب كاسي جو اون لوك، المهم هادي كتبقى على حسب الفهمه ديال السؤال كيف ما فهمتها انت. نيل انا فهمت البيت في لوكو ايغال زيرو، البيت فيزيتور ايغال زيرو، و ليكيب كا اس سي غادي تكون في لوكو سميتو كا اس. دونك كيفاش غادي نديرو نجاوبو عليها؟ غادي نديرو بحال هكا، عندنا بزاف ديال لي كونديسيون بزاف ديال لي بريديكا، دونك غادي ندير الو باس ماتش كاع لي ماتش اللي عندهم في لوكو ايغال كا اس سي، بغيت نزيد بريديكا اخرى غادي نبلع الكروشي ونحل الكروشي ونديرها، سينو ندير اند هنا. دونك البيت لوكو ايغال زيرو ومن بعد بيت فيزيتور ايغال زيرو، هنا ما غادي تريتورني حتى شي واحد، شي واحد ما عنده هاد لي كونديسيون اللي عطات. دونك فوالا هذا هو الاكسبات، نتمنى يكون فهم جاوبنا على السؤال الاول اللي طرحناه، قلنا واش يمكن نافيغيو في وسط ان فيشي اكس ام ال، دونك نافيغينا في وسط باستعمال الاكسبات. السؤال الجاوج هو واش نقدر نافيشي هاد الاكس ام ال على شكل واحد الطابل بحال هكذا يكون مرتب، دونك نقدروا نافيشيو على شكل طاب مرتب باستعمال لي اكس اس ال تي، دونك هو اللي كيدير لنا الخدمه هادي. الحلقه الجايه باش ما نطولوش هاد الفيديو غادي نشوفوا لي اكس اس ال تي.